اهلا بكم من جديد. خلينا نبتدي زي ما احنا متعودين بالاحداث اللي حصلت امبارح، وابرزها ان رئيس الوزراء ترأس اجتماع الحكومه الاسبوعي في العاصمه الاداريه الجديده. كمان رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقيه تخصيص ارض لاقامه محطه طاقه رياح في سوهاج. يمكن يا منى المحطه دي تحديدا هتحقق الهدف اللي بتسعى ليه مصر بان هي تكون بحلول عام 2030 يعني اجمالي الطاقه الجديده والمتجدده اللي موجوده في الشبكات الرئيسية يوصل ل 42% من مزيج الطاقة اللي موجودة. كمان بنتكلم على الاستثمار والاستثمار في الفترة الحالية في مصر. امبارح أنا شايفه من وجهة نظري كان يوم يعني استثماري بامتياز، لأن دولة رئيس الوزراء شهد أيضا توقيع عقود إدارة وتشغيل فندقين بمثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون. وكمان من بين الأخبار التي حدثت بالأمس، المنطقة الشمالية العسكرية نظمت حفل زفاف جماعي ل 300 شاب وفتاة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو اللي استعاد الشعب بيها وطنه وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل، معرباً عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار لمصرنا العزيزة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة سكاتيك ASA النرويجية لتوفير قطعة أرض تخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجا وات بمنطقة غرب سوهاج، وده بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليار دولار. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجموعة هيلتون بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتوفير حياة كريمة للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي ل 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. كمان خلينا نروح الشرقية، انتهاء أعمال تنفيذ محطة مية البكرشة في الشرقية، والتشغيل هيكون خلال أسبوع، و12 فرقة لتنفيذ برنامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة في سفاجة، وأخبار تانية كتير ومحافظات تانية هنتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة مطروح أكدت أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل في المحافظة نجحت خلال شهر يونيو الماضي في توفير فرص عمل وتعيين عدد 264 من الشباب ذكور وإناث من أبناء مطروح من رغيب العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل. وتم ده بعد قيام مستشاري التوظيف بالمديرية بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها. محافظة سوهاج أعلنت أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة شهد طفرة غير مسبوقة خلال التسع سنين الماضية، وتم إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و945 مليون جنيه خلال تلك الفترة، استهدفت جميع مدن وقرى المحافظة خاصة اللي بتشهد كثافة سكانية. أيضاً تم الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه، وساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية وتقليل كثافة الفصول.
محافظة الشرقية أعلنت عن انتهاء أعمال تنفيذ محطة مياه البكرشة اللي هتحل مشكلة نقص مياه الشرب بمركز الحسينية والتشغيل التجريبي ليها الأسبوع المقبل، وده ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. مدينة سفاجة أعلنت عن بدء أعمال الفرق المكلفة من مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة بمكافحة ورش الضباب بمدينة سفاجة للحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض وحماية المواطنين من الأمراض، وبتضم اللجنة كل الجهات المعنية بالمدينة وبتتعاون مع الفرق المكلفة وفرق الرصد من الإدارة الصحية بسفاجة، وبلغ عدد الفرق 12 فرقة تعمل بجميع أحياء المدينة. محافظة الغربية أعلنت استلام 172.60 طن من القمح المحلي، يصل بذلك إجمالي ما تم توريده ل 171.371 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98.22% من المستهدف، وده وسط حالة من تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية والبالغ عددها 22 موقع تخزين. أعلنت محافظة أسيوط تقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة، واللي بيجري تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وده بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه. مديرية الصحة بالوادي الجديد أكدت أنه تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 4000 مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة اللي شملت مبادرات صحة المرأة والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج. مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أعلنت عن تنفيذ مشروع الإنقاذ على شواطئ المحافظة، وهيتم عمل اختبار للمنقذين لتوزيعهم على الشاطئ للقيام بمهمهم على ساحل البحر في الفترة القادمة من أجل خدمة رواد الشاطئ بشمال سيناء. وبتباشر اللجنة المكلفة بتنفيذ مشروع الإنقاذ بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء عملها في اختيار المنقذين لبدء العمل على شواطئ مدينة العريش، وبيجري حالياً عمل التصفيات النهائية لاختيار المنقذين.